رح نبدأ زينب بأولى محطاتنا لليوم عن الصحة النفسية. فكل إنسان في هذه الحياة بيجي عليه لحظات بيشعر فيها بالألم، بتمر عليه كثير من المشاكل يلي ممكن تزعزع توازنه النفسي، فيلجأ إلى بعض الأسلحة النفسية يلي بتعيد له هذا التوازن حتى يشعر مرة ثانية بجمال الحياة ورونق من فيها. طبعا قدام الموضوع اللي عم نحكيه، شو ممكن انه يفعل الانسان لما يكون عنده خلل نفسي؟ شو هي الحيل الدفاعيه اللاشعوريه اللي ممكن تساعده على ازاله هالتوتر الناتج من الصراعات والاحباطات اللي ما شاف الى اي حل مناسب؟ اسئله رح تجاوبنا عليها طبعا ضيفه صباحنا غير لليوم الاخصائيه الاجتماعيه النفسيه هنادي السلاخي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم، صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير هنادي. بدايه خلينا نحكي مثل ما بدينا عن التوازن النفسي، وفي حال حدوث خلل بهذا التوازن شو هو الشعور يلي بيسيطر أو بيتخلل هذا الشخص من الداخل؟ تمام، نسبق الإجابة، نسأل لماذا نريد أن نتوازن وكيف يتوازن الإنسان. إذا بدنا نجرد كل هذه الأسئلة والأجوبة، بالنهاية بنظرية التوازن تعريف الإنسان، الإنسان هو الباحث عن السعادة. إذا بدنا نعرف ليش الإنسان بده يتوازن، ليش بده يتكيف، ليش بده يتوافق، وكل ما هذه المصطلحات، الإنسان هو الإنسان الذي الشخص اللي دائما يبحث عن السعادة. فتختلف مصادر السعادة لكل شخص بيبحث عنها، فالسعادة بالنسبة لشخص غير لشخص آخر. السعادة تختلف عبر الثقافات والحضارات والشعوب حتى الزمان. اليوم اللي احنا بيشعرنا بالسعادة يختلف كتير عن أيام مما سبق. فالشخص يقدر يكون محقق التوازن النفسي، أولا بده يكون شخص يعرف الهدف. فهناك فرق بين الفوز والنجاح والسعادة. النجاح هو الإنسان اللي بيحط هدف صغير بيوصل لهذا الهدف بيشعر بالسعادة. كتير عنا بيصير خلط ما بين السعادة والرضا. عنا أشخاص بيقول لك أنا رضيان، طب أنت سعيد؟ لا. فالفرق بين السعادة والرضا هي النشوة. في شعور الإنسان بيحس بالنشوة عند السعادة زائد الرضا. كمثال بسيط، الشخص اللي بيحضر مباراة كرة قدم، لحظة تحقيق الهدف بيقفز، هون هو شعر بالسعادة، بيطلع من المباراة هو عنده رضا لأنه الفريق اللي هو حقق النصر هو الفريق اللي مشجعه، ولكن السعادة خفت. فالسعادة هي لحظة، هي عبارة عن مشاعر قليلة، والإنسان السعيد هو الذي يبحث عن أكثر فترات من تحقيق النجاحات من خلال تحديد الأهداف القريبة والبعيدة. طب خلينا لكان هنادي نحكي شوي عن أسباب طبعا الخلل اللي عم بيصير بالتوازن النفسي، نعرف أكثر إنه شو أسبابه، شو ممكن إنه ينشأ عنه النتائج كمان. أول شيء بيحدث عدم التوازن هو عدم تحديد الإنسان نقطة الثبات، تكون ضايع نقطة الثبات اللي أنا بدي أتوازن فيها. مثل التوازن الجسدي، وقت نعمل نحن حركات التوازن في نقطة ثبات، مثلا للقدم بثبت قدم وبرفع القدم الثانية في حركة باخذ نقطة الثبات. نفس الشيء للثبات النفسي. في عدة جوانب للتوازن، عنا التوازن الجسدي من الداخل ومن الخارج، عنا التوازن العقل المشاعر، وتوازن الروحاني. فهدول عدة جوانب لازم الكل يكونوا ضمن الدائرة. فنقطة الثبات على الصعيد، مثلاً اللي احنا بدنا نحكي على الصعيد الجسدي، كتير نلاقي أشخاص غير راضيين عن شكل الجسد عندهم، على الوزن. نحكي مثال بسيط عن الوزن، فنسأل هذا الشخص شو نقطة أنت الوزن المثالي اللي أنت بتعده هو اللي أنت بشرك بالسعادة؟ ممكن يقول لي 60. إذن كل شيء تحت 60 هو بعيد عن التوازن، وكل شيء فوق 60 هو كمان خل بالتوازن. فنقطة 60 هي نقطة الثبات لهذا الشخص بالنسبة للوزن. نجي لأشخاص تانية على الجانب المادي والمالي، دائما شكوى أنه هو عنده مشاكل مادية، ديون و ما عنده شيء يدخره. كمان نفس هذا الشخص على الصعيد المادي، شو نقطة الثبات؟ أنت إمتى بتحس حالك مرتاح وتملك دخل أي ثابت؟ أي مبلغ ممكن يحدد 50,000، 100,000، مليون.
مجرد ما حدد الإنسان نقطة الثبات بلش يقدر يوصل للتوازن اللي هو بده يطلبه. فنقطة الثبات اليوم أحدث الدراسات كلها عم تشتغل عليها، حدد نقطة الثبات اللي تشعر أنت بالتوازن من الداخل. طول ما الإنسان ما بيحدد نقطة ثباته لا يمكن أن يصل إلى توازنه. وعلى كل الجوانب، حتى على صعيد المشاعر، العقل، الجانب الروحاني، نحن ما فينا نترك جانب عن جانب، هن أربعة مرتبطين. فعلى صعيد الجسم نحن بنحكي التغذية الصحيحة، النوم الصحيح، والحركة. فأي واحد بيخل من هذا الشيء نحن فقدنا التوازن الجسمي. نفس الشيء التوازن العاطفي، لا ندخل بحالة انصهار. مجرد ما نحن فتنا بانصهار بهذا الموقف نحن اختل عنا التوازن. واليوم أغلب الناس فقدوا التوازن النفسي بسبب عدم تحديد المخاوف، عدم ضبط الأفكار. كل اليوم أغلبية الأشخاص عندهم انخفاض مستوى الذكاء العاطفي، بيعيش الموقف بحالة انصهار وليس بحالة فكرة. مين اللي بيخلينا نفقد التوازن؟ هو تحليل الفكرة، المشاعر. تماماً. فدائماً لحنا بجلسات الاسترخاء منقول اسمح للفكرة بالعبور بدون تحليل. فالشخص اللي عنده وساوس قهرية بيعاني من دائماً عنده هو اختلال، هو شخص يحلل الفكرة، يعطيها مشاعر. يعني اليوم أي شخص يراقب أفكاره، الفكرة هي فكرة، أي فكرة هلأ بتجيني، بس مين اللي بيعمل خلل بالتوازن؟ هو المشاعر المصاحبة لهذه الفكرة. صحيح هنادي، هو التوازن اللي حكيتي عنه له أنواع، ولكن أحياناً المحيط الخارجي بيلعب كتير دور بالتوازن النفسي. في حال كان الشخص شوي فاقد الثقة ممكن بالنفس، ممكن فاقد الشعور بالأمان، في عدة عوامل كمان بتلعب بالتوازن. يعني الإنسان بيكون هو إنسان شخص، ولكن المحيط الخارجي أحياناً بيأثر عليه. ومثل ما تفضلت حكيتي خصوصي على الحالة العاطفية، عدم التركيز بالحالة العاطفية ممكن يكون خلل من الشخص الآخر وبيسبب له إله هو خلل بالتوازن. خلينا نحكي عن العوامل الخارجية، قديش الإنسان لازم يكون متمكن من ذاته. صحيح. ليقدر هو يوازن حاله. يعني أحيانا الواحد ممكن ينزل هيك شوي القوة تبعه وتخليه يتوازن، كيف فينا نحن نتوازن؟ صحيح. أولا هي تربية، هي الانفعال هو عبارة عن تربية أو مهارات. شخص مثلا كان ضمن محيط وبيئة هي عندها نقص بهذا النوع من أنواع الذكاءات، ممكن هو بس يكبر ممكن يلتحق بالدورات وتطوير المهارات. ولكن بدي ركز على الشيء رئيسي بمعادلة السعادة. معادلة السعادة بتقلك 50% اللي بيحدد سعادة الشخص هو نقطة الثبات، تعرف أنت وين نقطة ثباتك، 10% الظروف المحيطة فقط 10%، و40% الحرية في الخيار، أنك أنت تكوني حرة باختيار. فنلاحظ لحنا إذا عم نركز على الظروف الخارجية هي فقط بتشكل 10% ولا أكثر. كثير منلاقي من الأشخاص اللي هن مستقرين من الخارج ولكن ضايعين من جوا. صحيح. ليه؟ لأنه هو نقطة الثبات الداخلية مو عارفان شو بده. تمام. فمنرجع لحنا لكي أي إنسان يحقق توازنه لازم يحط هدفه. نحنا منقول شغلة أنه الإنسان اللي بيطلع بدون هدف مو مهم وين يوصل. يعني أنا اليوم طالعة محددة وجهة أني أجي لهون، أنا إذا فتحت الباب وطلعت ما لي حاطة وجهة لوين جاي، مو مهم وين أوصل. فنفس الشيء بالنسبة للإنسان اللي بده يتوازن، الشخص المتوازن هو الشخص الذي يحدد هدف ونقطة ثبات مشان هو يعرف أنا على هذا الجانب ولا هذا الجانب، ليقدر بالنهاية مثل ما قلنا من نظرية التوازن هي الوصول إلى السعادة. مهما اختلفت الأسئلة والأجوبة ممكن يقول لك أنا بدي أتوازن لا يروح الخوف القلق، ولكن بالنهاية الإنسان بده السعادة. نحن نبحث عن السعادة. أكيد. النشوة مع الرضا. أكيد، بس يمكن هي ما بتدوم كتير هنادي، هي لحظات مثل لحظات. ما قلتي. صحيح. لكن أهم شيء مثل ما قلنا الرضا والقناعة بهذا القرار. خلينا نحكي شوي، مين هو اللي بعيد عن الخلل بالتوازن النفسي؟ هل اللي بيكون عنده علاقات اجتماعية صحية مع المجتمع ممكن يكون بعيد؟ هل بيكون ناجح بحياته العملية ممكن يكون بعيد عنا؟ ولا ممكن التوازن يكون بأكثر في خلل بمناطق تانية، مثل ما قلتي خلل عاطفي. صح. خلل اجتماعي، خلل ما بعرف، يمكن كمان يكون في حتى بالأفكار عقد نقص.
تمام. ما في إنسان طبعا خالي من التوازن، ولكن في إنسان بيعرف مثل ما قلنا يعيش حالة انصهار بينصهر ضمن الموقف، وفي إنسان بيعيش حالة مراقب. أنا عم راقب الأحداث من حولي، عم بوجد الحلول. فالشخص هو اللي عنده مهارات باتخاذ القرار، بيعرف يحل مشكلاته، هو الأكثر يعني حفاظاً على توازنه. فلحنا الخلل هو فترة ممكن تدوم ثواني، وممكن تدور أيام، وممكن تدور شهور، وممكن تصير مرض. هو يتعرض خلص لمرض، ممكن يصير مرض يعني، طبعاً بيصير عنده سوء اضطراب التكيف، فبيبلش يفقد من ذاته هو شوي شوي. فلحنا كل ما قوينا من الداخل، عطينا مهارات، ربينا بشكل صحيح، إن كان التربية الأسرية ولا بالمدارس ولا البيئة اللي حوالينا، دائما تكون بيئة إيجابية. كل ما قدرنا لحنا الشخص من جوا نكسبه التوازن. كتير مهم المحيط. اليوم الإنسان الواعي هو الأكثر قدرة على أنه إدارة نفسه، وكل ما الإنسان كان متصالح مع نفسه، في الصلحة مع الذات هي شيء أساسي، كل ما قدر حقق توازنه. ليش منقول التصالح مع الذات؟ لأنه الإنسان وقت يجيب على السؤال من أنا، نسأل الأشخاص من أنا، فسؤال من أنا هو سؤال محير، بس الهدف منه هو الإنسان أن يحدد نقاط القوة والضعف بشخصيته. فأنا بعرف حالي ضعيف بهذا الجانب، فإذا تعرضت لهذا الموقف أنا حيصيبني خلل، فقدت توازني. فبالنسبة لنقاط الضعف، الإنسان إما أن يعترف بها. شخص عنده وزن زائد، هو وين ما بيروح بيقولوا له أنت سمين، حنبسط شوي، فهو إما أن يعمل على تنحيف وزنه، أو هو خلص يتأقلم يتكيف مع هاي الكلمة، مبسوط. فهون بيكون حما نفسه. في كتير ناس بيقول لك أنا عاجبني، أنا عاجبني إني سمين، هون تصالح مع هذا الشيء لأنه هو عارفان حاله ما حيقدر ينقص وزنه. قديش ثقة. فهذا الإنسان أي موقف تعرض فيه على هذا الجانب من التوازن الجسدي، هو متصالح مع نفسه، فهو ما بده ينحف، ولكن هو وما عم تزعجه كلمة السمنة ولا البدانة، فما حدا قدر يسيطر عليه. وقس على ذلك كل شيء، وأهم شيء حركز على التوازن العاطفي. التوازن العاطفي بين هذا كتير عم بيعانوا منه بهالفترات. صحيح. يعني في خلل يمكن بين القلب والعقل مثل ما قلتي، ما في توازن بين هدول الاثنين يعني، وعم نشوفهم أكتر شيء عند الصبايا. صحيح. هون نحن بدنا نحكي عن تكوينة الدماغ، الجزء الأيمن والأيسر، المفروض يكون دائما في ما بين العقل والعاطفة أو القلب في توازن. وفي تمرينات كثيرة اللي احنا بنقدر نوصل الشخص لأنه يتمرن من خلال التمرينات العاطفية وخلال التمرينات العقلية ليصير في دمج. فالإنسان وقت يتنفس صح، تنفس العميق اللي هو بناخد شهيق بأربع عدات، بنحبس باثنين بنطلع بثمانية، في التنفس البطني العميق هو أهم طريقة لأقدر أنا أعمل توازن بالطاقة ما بين الذكورة والأنوثة، وبعدين بيقدر الشخص يتوازن ويتخذ القرار. فما في قرار بلحظة انفعال. نعم. يعني هنادي معلومات كتير قدمتي لنا ياها اليوم، وشغلات تعرفنا عليها من خلال حديثنا معك عن هذا الموضوع اللي هو عدم التوازن النفسي. صحيح. نصيحة أخيرة بدنا نوجهها لكل يلي عم بيتابعنا، اللي عم يعاني، ما رح نقول عدم التوازن النفسي، اللي عم يعاني شوي من ظروف يعني اللي هي بتشكل مثل ما قلتي 10%، شو بدنا نقول لهم للعالم اللي هلأ عم يحضرونا؟ تقبل الفكرة، لا تعطيها مشاعر، اتجه مباشرة للحل. ما نوقف أنه أنا أجتني فكرة، أنا حزين، أنا مضغوط. دائما نحاول نحن نتجاوز المشاعر وننتقل للسلوك. إيجاد الحلول دائما طريقة عملية يعني. صحيح. إيجاد الحل بطريقة فعالة واقعية، ما نكتفي فيها مجرد تكديس وتراكم مشاعر من الداخل، ما بتنحل الفكرة، ودائما التوازن مختل بده يكون. أكيد. نحن بنقول لهم لكل اللي عم بيشوفونا أنه السعادة هي لحظات. صحيح. عيشوها بكل تفاصيلها، لأنه يمكن ما ترجع يعني بوقت كتير قصير، فعيشوها بكل تفاصيلها، وأكيد لازم يكون عندهم توازن وإيجاد حلول مثل ما قلتي. شكرا لك هنادي على كل المعلومات والنصائح اللي عطيتينا. شكرا لكم. صباح الخير. صباح الخير. شكرا لك.